الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين الإخوان والآباء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي في هذه الليلة في كلمة بعنوان الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل وهذه المجالس مجالس يحبها الله تبارك وتعالى فقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن لله ملائكة سيارة يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا أن هلموا إلى حاجتكم قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى سماء الدنيا فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف وجدتم عبادي فيقولون وجدناهم يحمدونك ويكبرونك ويسبحونك ويمجدونك فيقول الله عز وجل وهل رأوني فتقول الملائكة لا والله يا ربي ما رأوك فيقول الله عز وجل وكيف لو رأوني فتقول الملائكة لكانوا أشد لك تمجيدا وأكثر لك تحميدا فيقول الله عز وجل فما يسألوني فتقول الملائكة يسألونك الجنة فيقول الله عز وجل وهل رأوها فتقول الملائكة لا والله يا ربي ما رأوها فيقول الله عز وجل وكيف لو رأوها فتقول الملائكة لكانوا أكثر لها طلبا وأشد عليها حرصا فيقول الله عز وجل فما يستعيذوني فتقول الملائكة يستعيذونك من النار فيقول الله وهل رأوها فتقول الملائكة لا والله يا ربي ما رأوها فيقول الله عز وجل وكيف لو رأوها فتقول الملائكة لكانوا أشد منها بعدا وأشد منها هربا فيقول الله عز وجل أشهدكم أني قد غفرت لهم وهذا فيه أن هذه المجالس مجالس محبوبة إلى الله تبارك وتعالى يحبها الله عز وجل ولو لم يكن في هذه المجالس التي فيها قال الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن الله عز وجل يغفر لمن جلس فيها لكفى بذلك حثا وحظا للمسلم أن يصبر نفسه على مثل هذه المجالس يقول الله أشهدكم أني قد غفرت لهم فيقول ملك من الملائكة يا رب فيهم فلان ليس منهم فيهم فلان ليس منهم فيقول الله عز وجل هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم إذن هذه مجالس يحبها الله تبارك وتعالى ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على ما يحبه سبحانه وتعالى هذا المجلس عنون له بالأسباب الجالبة لمحبة الله تبارك وتعالى ومحبة الله عز وجل هي أنس النفوس وزينتها وسعي كل مؤمن عاقل أن يكون محبوبا لربه تبارك وتعالى وهناك أمران الأمر الأول محبة المؤمن لربه تبارك وتعالى وهذا يدعيه كل أحد والمؤمنون أشد الناس حبا لله تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله أم الأمر الثاني هو محبة الله عز وجل لعباده وهذه التي سنتكلم عنها ومحبة الله تبارك وتعالى هي التي يسعى إليها العاملون كل عامل عاقل يسعى لأن يحبه الله تبارك وتعالى وأقل ما للعبد إذا أحبه الله تبارك وتعالى أنه تتنزل عليه خيرات الدنيا والآخرة تأمل أن يحبك الله تبارك وتعالى مالك الملك ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى وإن أحبك الله عز وجل يا عبد الله نسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يحبهم إذا أحبك الله تبارك وتعالى نزلت عليك الخيرات في الدنيا والآخرة لذلك جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهذا الحديث سيأتي معنا من ضمن الأسباب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها
قال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. تأمل قوله تعالى فإذا أحببته، وهذا ما نتكلم عنه، الأسباب التي تجلب محبة الله عز وجل. قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه كلها من الله تبارك وتعالى لمن أحبه من عباده، والمعنى أن الله عز وجل يوفق عبده الذي أحبه توفيقا تاما. بل جاء في القرآن أن الله عز وجل لا يعذب من يحبه، لذلك قال الله عز وجل وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم. المعنى أنكم إن كنتم حقا أحباء الله تبارك وتعالى ويحبكم الله عز وجل فلن يعذبكم بذنوبكم. إذن من أحبه الله تبارك وتعالى وقي العذاب يوم القيامة، وهذا جاء صريحا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في من حديث أنس رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ببعض طرقات المدينة، فرأتهم امرأة كان ابنها في الطريق فأسرعت إلى ابنها وأخذته، خافت أن يطأ أو أن يطأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابنها. فلما رأوها قالوا يا رسول الله أكانت هذه مكبة ابنها في النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولا يعذب الله حبيبه. والحديث إسناده حسن. إذن إذا أحبك الله تبارك وتعالى تنزلت عليك الخيرات كاملة من الله تبارك وتعالى، وعلى كل عبد مسلم أن يكون سعيه محبوبا عند الله تبارك وتعالى. وكما قال بعض السلف ليس الشأن أن تحب أنت الله، ولكن الشأن أن يحبك الله تبارك وتعالى. الشأن كل الشأن أن تكون محبوبا عند الله تبارك وتعالى. ومن فضل الله عز وجل أن شرع لنا أسبابا ننال بها محبته سبحانه وتعالى، ولم يغلق الله تبارك وتعالى الباب على عباده، ولم يجعل الأمر معسورا، بل هو أمر يسير على من استعان بربه تبارك وتعالى. فقد جاء القرآن وجاءت السنة ببيان أسباب تجعل العبد محبوبا لربه تبارك وتعالى، محبوبا عند الله عز وجل. وقبل أن نذكر هذه الأسباب نقول أن المسلمين يعتقدون أن الله عز وجل متصف بصفة الحب، فالله تبارك وتعالى يحب عباده ويحبه عباده. قال الله عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. والحب كلمة لها معان كثيرة ولها إطلاقات عدة، وهذه المعاني كالحب والغرام والصبابة والعشق وغيرها لا يطلق على الله تبارك وتعالى من معاني الحب وأسمائه إلا ثلاثة: الحب والود والخلة. هذه الثلاثة تثبت لله تبارك وتعالى ويثبتها المسلمون، لأن الله عز وجل أثبتها لنفسه سبحانه وتعالى. أما غيرها من أسماء الحب فلا تطلق على الله عز وجل، فلا يطلق العشق على الله تبارك وتعالى سواء من العبد أو من الله تبارك وتعالى، ولا الصبابة ولا الغرام ولا الهيام ولا غيرها من أسماء الحب، ولكن تطلق هذه الثلاث: الحب والمودة وهي صفو المحبة، والخلة وهي أعلى الحب. هذه الثلاث أثبتها الله تبارك وتعالى في كتابه لنفسه. أما الحب فكثير في كلامه، أما المودة ففي نحو قول الله عز وجل وهو الغفور الودود، أما الخلة فقد اتخذ الله إبراهيم خليلا، فقد اتخذ الله عز وجل إبراهيم خليلا، واتخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك خليلا. فالخلة وهي أعلى المحبة أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه. والقاعدة الشرعية
التي ينبغي أن يعلمها المسلم أن ما وصف الله عز وجل به نفسه وما وصفه به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم يتقيد فيهما بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك العلماء يقولون أن باب الأسماء والصفات باب توقيفي، أي أنه موقوف على السماع، فما سمعنا أن الله عز وجل وصف به نفسه أو سمى به نفسه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أو سمى نبيه به ربه تبارك وتعالى فإننا نسمي ونصف الله تبارك وتعالى به، أما ما لم يأتي في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإننا نتوقف ولا نسمي الله تبارك وتعالى ولا نتجاوز القرآن والحديث كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والأسباب التي تجلب محبة الله عز وجل كثيرة، ذكر منها العلماء 10 أسباب كالمتفق عليها، سنذكر بعضها. السبب الأول الجالب لمحبة الله تبارك وتعالى قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به منه، هذا أعظم سبب وأول سبب وأولى الأسباب أن يعتني العبد بها، أن يقرأ كلام الله عز وجل متدبرا له وأن يقرأه متفهما لمعانيه وأن يعلم مراد الله تبارك وتعالى من كلامه. وأكثر الأعمال قربة إلى الله عز وجل هي تلاوة كلامه سبحانه وتعالى. لذلك جعل الله عز وجل لمن يقرأ كتابه حسنات كثيرة في قراءته. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل حرف في كتاب الله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالعبد عليه أن يقبل على كلام الله تبارك وتعالى وأن لا يكون هاجراً لكلام الله عز وجل، والإقبال على كلام الله تبارك وتعالى تعلماً وتدبراً وتفهماً سبب عظيم للهداية وسبب عظيم للبعد عن الضلال. لذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فالعبد إن أراد نجاة نفسه وأراد أن يبتعد عن كل ضلال فقد أخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسبب المنجي من الضلالات في الدنيا، ألا وهو الاستمساك بكلام الله والاستمساك بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالتمسك بكتاب الله عز وجل والإقبال على كلام الله تبارك وتعالى بتفهم مراد الله عز وجل منه سبب عظيم لنيل محبة الله تبارك وتعالى، لأن القرآن كلام الله عز وجل. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، فالقرآن الذي جمعه الصحابة وأعطاهم إياه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو كلام الله عز وجل، تكلم الله تبارك وتعالى به على الحقيقة، أعطاه لجبريل وأوحاه لجبريل وأبلغه جبريل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام قراءة كلام الرب سبحانه وتعالى لها أجر عظيم وسبب عظيم من أسباب هداية القلب. فمن أراد أن يحبه الله تبارك وتعالى فعليه أن يقبل على كلام الله عز وجل، وعليه أن لا يكون هاجرا لكلام الله تبارك وتعالى. لذلك يشتكي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة من قوم من أمته هجروا كلام الله عز وجل، وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا القرآن مهجورا. فمن هجر كلام الله عز وجل هجر تلاوته وهجر قراءته وهجر تدبره وهجر التحاكم إليه. فالعبد لا يهجر كلام الله تبارك وتعالى، بل يقبل على القرآن حفظا وقراءة
وتفهما، وهذا الإقبال على كلام الله تبارك وتعالى يحصل به العبد من الله تبارك وتعالى أجرا عظيما، ويجعل العبد محبوبا لربه، ويجعل العبد محبوبا لربه تبارك وتعالى. والعبد عليه أن يعلم أن الله عز وجل إنما أنزل هذا القرآن ليتدبر وليتفهم، وليعلم العبد معاني كلام الله تبارك وتعالى، ولا يكون تاليا لكلام الله عز وجل وهو لا يفقه معناه. لذلك أنزل الله عز وجل هذا القرآن للتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالله عز وجل أنزل هذا القرآن للتدبر وللتفهم، وقل ما شئت في هجر الناس لكلام الله عز وجل. من الناس من لا ينظر للقرآن إلا إذا دخل عليه أول رمضان، فإذا انقضى أول رمضان فإنه يعرض عن كلام الله عز وجل جملة، ولا ينظر فيه إلا إذا دخل رمضان الذي يليه، وهذا لا يليق بعبد يحب ربه تبارك وتعالى. فإن كنت تحب الله عز وجل حقا فإنك لا تعرض عن كلامه سبحانه وتعالى. لذلك هذا سبب عظيم لنيل محبة الله تبارك وتعالى، الإقبال على كلامه. ومن أقبل على كلام الله عز وجل بالتدبر والتفهم نال محبة الله تبارك وتعالى. لذلك الذي ينظر في كلام الله عز وجل يحصل محبته سبحانه وتعالى، وهذا هو السبب الأول لنيل محبة الله تبارك وتعالى. السبب الثاني لنيل محبة الله تبارك وتعالى التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالنوافل بعد الفرائض. فالفرائض التي فرضها الله عز وجل على عباده وفيها الواجبات والمحرمات، إذا فعلها العبد ثم أتبع فعله للفرائض بفعل النوافل فإنه يحصل محبة الله تبارك وتعالى. لذلك جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث. هذا الحديث أخبر فيه النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم عن ولاية الله تبارك وتعالى، وأخبر أن ولي الله عز وجل وولي الله تبارك وتعالى هو الذي أحبه الله عز وجل، وولي الله تبارك وتعالى له من المكانة العظيمة عند الله عز وجل ما له. قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولك أن تتأمل يا عبد الله أن الله عز وجل لم يتوعد أحدا بالمحاربة إلا من عادى وليه ومن تعامل بالربا، وهذا يدلنا على أن من عادى ولي الله تبارك وتعالى ومن تعامل بالربا أنه على جرم عظيم. فمن عادى أولياء الله تبارك وتعالى فقد أتى جرما عظيما. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وولي الله عز وجل، وهذا أيضا من فضله تبارك وتعالى على عباده، هو من جمع بين أمرين اثنين، أحدهما الإيمان والآخر تقوى الله عز وجل. فمن حصل الإيمان بالله تبارك وتعالى ومن حصل تقوى الله عز وجل فهو ولي الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن جمع بين الإيمان وجمع بين تقوى الله عز وجل فإنه ولي لله تبارك وتعالى. لذلك كل مؤمن تقي فهو لله ولي ولو كان عبدا حبشيا، وهذا من فضل الله عز وجل. لذلك من الأشياء أو المفاهيم الخاطئة أن بعض المسلمين إذا سمع أدلة فيها ولاية الله تبارك وتعالى فإن ذهنه ينصرف إلى أناس غيره. هذه الأدلة التي فيها ولاية الله عز وجل وما للأولياء من المكانة العالية أنت مخاطب بها،
كل عبد لا فيه من الولاية لله تبارك وتعالى بقدر إيمانه وبقدر تقواه. فمن آمن بالله عز وجل واتقى ربه تبارك وتعالى فهو الولي لله عز وجل. وهذا من رحمته تبارك وتعالى أنه لم يجعل الولاية في قريش، ولم يجعلها في بيت أو في آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحسب، بل جعل الله عز وجل لولايته أسباباً تنال بها، مشروعة لكل أحد إن أراد أن يحصلها. فمن آمن واتقى الله عز وجل كان ولياً لله تبارك وتعالى، وبقدر إيمان العبد وتقواه إلى الله عز وجل يكون له من ولاية الله تبارك وتعالى وتأييد الله عز وجل، ويكون له من الأدلة التي ذكرت مكانة الأولياء عند الله تبارك وتعالى. ثم أخبر عن السبب الأعظم في نيل هذه الولاية، قال: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. فأعظم ما يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى أن يتقرب إلى الله عز وجل بما افترضه عليه سبحانه وتعالى. ففرائض الصلوات والزكوات كالصلوات والزكوات والحج وبر الوالدين وصلة الرحم وغيرها، هذه فرائض افترضها الله تبارك وتعالى عليه. والفريضة اسم يجمع أمرين اثنين، يجمع فعل الطاعة الواجبة ويجمع كذلك ترك المحرم. فمن تقرب إلى الله عز وجل بفعل الطاعات وترك المحرمات فإنه متقرب إلى الله عز وجل بما افترضه عليه، متقرب إليه سبحانه وتعالى بأحب شيء إليه سبحانه وتعالى. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الشيء الذي يجعل العبد يترقى في ولاية الله تبارك وتعالى، قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يزال كلمة تدل على استمرارية العبد في التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل. فالعبد لا ينقطع عن طاعة الله عز وجل إلا إذا غربت الشمس أو إذا خرجت الشمس من مغربها، وإلا إذا انقضت روحه وفارق هذه الحياة الدنيا. فليس لطاعة الله عز وجل حد إلا الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ونقول ذلك لأن الشيطان قد لبس على بعض الضالين وأوصل إليهم أن العبد قد يصل إلى مرتبة وإلى منزلة من المنازل يترك فيها التقرب إلى الله تبارك وتعالى، فلا يتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات. أما العبد الذي هو عبد لله تبارك وتعالى فإنه يعبد الله عز وجل حتى يموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولا أحد يصل إلى مرتبة النبي عليه الصلاة والسلام، سيد الناس عليه صلى الله عليه وآله وسلم، عبد الله تبارك وتعالى إلى يوم انتقل إلى الدار الآخرة. لذلك عباد الله علينا أن نعلم أن طاعة الله عز وجل لا حد لها إلا الموت. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهذا هو سبب إيراد الحديث في هذا الموضع، أن العبد إن تقرب إلى الله عز وجل بالنوافل، نوافل الصلوات، يصلي الخمس ثم يتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته نوافل الصلوات. فالعبد إن صلى لله عز وجل خمساً ثم بعد ذلك أتبع هذه الخمس بإثني عشر ركعة فإنه يكون متقرباً إلى الله عز وجل بالنوافل التي كان يلازم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها. لذلك جاء في الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتاً في الجنة. فمن تقرب إلى الله عز وجل بالصلوات مثلاً ثم بعد ذلك تقرب إليه سبحانه وتعالى بالنوافل، فصلى ركعتين قبل صلاة الفجر، وركعتين أو 4 ركعات قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، ثم أوتر، فإنه يكون متقرباً إلى الله عز وجل بشيء يجعل الله تبارك وتعالى يحبه
وهذا يهون على العبد أن يأتي بالنوافل. فمن أراد أن يقوم الليل يهون عليه أن يقوم في ذلك الوقت وأن يصلي بين يدي ربه تبارك وتعالى، وأن يقوم عند نوم الناس أن هذا القيام يحبه الله تبارك وتعالى، وأنه يجلب على للعبد محبة الله تبارك وتعالى. وكذلك من صام لله تبارك وتعالى يوم الاثنين والخميس أو ثلاث أيام من كل شهر أو أي صوم نفل، فإنما يهون عليك هذا الصيام وهذه القربة لله تبارك وتعالى أنها تجلب لك محبة الله تبارك وتعالى. لذلك قال: فإذا لا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وهذه أيها المسلمون جملة عظيمة تجعل كل واحد منا يحافظ على نوافل الفرائض، فإنك إن حافظت على هذه النوافل كنت في هذه الحياة الدنيا موفقا توفيقا تاما من الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: كنت سمعه الذي يسمع به. وهذه الجملة مزلة قدم زل فيها أناس وخرجوا من الملة السمحة بفهمهم الخاطئ لكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، هذه الجمل على تقدير محذوف، أي كنت حافظ سمعه الذي يسمع به، فلا يسمع إلا ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، وكنت حافظ بصره الذي يبصر به، فلا يبصر ولا يستعمل جوارحه إلا في طاعة الله عز وجل. ومعنى هذه الجمل أن الله تبارك وتعالى يحفظ للعبد جوارحه فلا يستعملها إلا في طاعة الله تبارك وتعالى، فيكون موفقا توفيقا تاما من الله تبارك وتعالى، فلا يستعمل جوارحه في غير طاعة الله تبارك وتعالى. ولا يفهم من هذه الجملة كنت سمعه الذي يسمع به أن العبد يسمع بسمع الله عز وجل، وكنت بصره الذي يبصر به أن الولي يبصر ببصر الله عز وجل. من اعتقد هذه العقيدة كفر بالله تبارك وتعالى وأشرك مع الله غيره، لأن البصر الكامل هو لله تبارك وتعالى، والسمع التام هو لله عز وجل، فلا يبصر كل شيء إلا الله عز وجل، ولا يسمع البعيدات إلا الله تبارك وتعالى. لذلك هذه الجملة تفهم فهما صحيحا، ألا وهو أن العبد يوفقه الله تبارك وتعالى فلا يستعمل جوارحه إلا في طاعة الله عز وجل، فلا يمشي إلا فيما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، وينكف انكفافا تاما عن المعاصي. ولا يدل ذلك على عصمة العبد، ولكن يدل على أن الله تبارك وتعالى إن أحب العبد جعله يستعمل جوارحه في طاعة الله عز وجل، وإن أراد أن يستعملها في معصية الله تبارك وتعالى تتعسر عليه المعصية. وهذا شيء يجده المؤمنون، إذا أراد المؤمن أن يعصي الله تبارك وتعالى يجد أن طرق المعصية تتعسر عليه تعسيرا تاما، وهذا يكون بقدر إيمان العبد. فمن اكتمل إيمانه وتم وكان ذا قربة إلى الله تبارك وتعالى مداوما على طاعة الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى ييسر له طاعته ويجعل له الطاعة ميسورة. فإن نودي للصلاة كان أحب شيء إليه أن يقف بين يدي ربه تبارك وتعالى، وإن نودي لمعصية كان أشد شيء عليه أن يذهب إلى تلك المعصية. فهذا أمر يجده المؤمن ينكف انكفافا تاما عن معصية الله تبارك وتعالى. وهذا معنى هذه الجمل الأربع. ثم قال: وإذا سألني قال كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه. وهذا أيضا
كرامة بعد كرامة من الله تبارك وتعالى لعبده الذي تقرب إليه بالفرائض ثم أتبع الفرائض النوافل. وهذا الحديث إذا سمعه كل عاقل ينبغي أن يتحرك قلبه نحو النوافل، وينبغي أن يتحرك قلبه نحو الفرائض التي فرضها الله عز وجل عليه. ومن سمع مثل هذا الحديث ثم أعرض عن طاعة الله عز وجل فليحاسب نفسه، وليعلم أنه محروم وأن الباب دونه قد سد، فعليه بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى، وأن ينظر في حاله والسبب الذي حال بينه وبين ما يجعله محبوبا لله تبارك وتعالى. قال: ولئن سألني لأعطينه. إذا سأل العبد ربه تبارك وتعالى وحاله الذي وصفناه أنه متقرب إلى الله عز وجل بالفرائض ويتبع الفرائض النوافل، قال: ولئن سألني لأعطينه. فإن كان يسأل الله تبارك وتعالى مما يحبه من أمور الدنيا والآخرة أجابه الله عز وجل، ولئن استعاذني لأعيذنه. إن كان يخاف من أمر مرهوب في الدنيا والآخرة واستعاذ بالله عز وجل أعاذه الله تبارك وتعالى من هذا المرهوب. ثم قال: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. وهذا تمام الإكرام من الله عز وجل لعبده. تأمل هذا، العبد يكره الموت ويخاف من الموت، والله تبارك وتعالى يكره ما يسوء عبده ولا يحب ما يسوء عبده الذي أحبه سبحانه وتعالى. ولكن لما كتب الله عز وجل عليه الموت وجعله في كتاب عنده وأنه أمر محتوم قبض روحه، مع أن العبد يكرهه، والله عز وجل يكره ما يكرهه العبد ويكره ما يسيء عبده الذي أحبه سبحانه وتعالى. وهذا من تمام الإكرام لمن فقه وتأمل هذا الموضع. لذلك التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالنوافل بعد الفرائض سبب عظيم لنيل محبة الله تبارك وتعالى. لا يفرط في ذلك إلا محروم، ولا يغفل عن هذا الأمر العظيم إلا من سد دونه الباب. ومن سد دونه الباب فالله تبارك وتعالى يقبل على عباده. بعد أن سمع مثل هذا الحديث عليه أن يراجع نفسه وأن يصبرها على النوافل، وهي أمور يسيرة أفترضها الله تبارك وتعالى وجعل لها نوافل على العبد أن يصبر نفسه عليها، وهذا كله لينال محبة الله تبارك وتعالى. ومحبة الله عز وجل فيها ما فيها مما ذكرناه قبل ذلك. هذا هو السبب الثاني الذي يجعل العبد ينال محبة الله تبارك وتعالى. السبب الثالث: دوام ذكر الله عز وجل على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال. فذكر الله تبارك وتعالى من الأمور الجالبة لمحبة الله تبارك وتعالى، ولا يغفل العبد عن ذكر الله عز وجل. ولو لم يكن في ذكر الله تبارك وتعالى إلا أن الله عز وجل يذكر من يذكره لكفى بذلك حظا على ذكره سبحانه وتعالى. وذكر الله عز وجل يجعل العبد يأنس في حياته الدنيا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فذكر الله عز وجل جالب للطمأنينة، وسبب لأن يذكرك الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فإن ذكرت الله تبارك وتعالى ذكرك الله عز وجل وكفى بذلك شرفا. تأمل إن قلنا لك أن معظما من معظمي الدنيا يذكرك في مجالسه، فإن علمت ذلك فإنك تفرح بذلك أشد الفرح. الذي يذكر الله تبارك وتعالى يحبه الله عز وجل ويذكره سبحانه وتعالى. ومن ذكر الله عز وجل في ملأ ذكره الله تبارك وتعالى في ملأ عنده سبحانه وتعالى. فمحبة الله عز وجل مما يجلبها
ذكره سبحانه وتعالى، لأن ذكر الله عز وجل من الأعمال التي جعل الله عز وجل عليها أجراً عظيماً عنده سبحانه وتعالى. فكل ما ذكر في فضائل الذكر في القرآن مما لا يخفى عليكم يدل على أن ذكر الله تبارك وتعالى سبب جالب لمحبته سبحانه وتعالى، وأنه من الأعمال التي تقرب العبد إلى الله تبارك وتعالى. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بعض أفراد الذكر: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. فمن نطق بهاتين الكلمتين فإنه متقرب إلى الله عز وجل بما يحبه سبحانه وتعالى. ومن قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة، كما عند الترمذي بسند حسن عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فدوام ذكر الله تبارك وتعالى على كل حال من أعظم الأسباب الجالبة لمحبة الله تبارك وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. فدوام ذكر الله تبارك وتعالى سبب عظيم لجلب محبة الله تبارك وتعالى، لأن من يذكر الله عز وجل يذكره الله تبارك وتعالى عنده، ومن يذكر الله عز وجل متقرب إلى الله عز وجل بأعمال في الميزان عند الله تبارك وتعالى ثقيلة. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والحمد لله تملأ الميزان. فمن ذكر الله تبارك وتعالى وحمده وسبحه وكبره نال أجراً عظيماً من الله تبارك وتعالى. ومداومة ذكر الله عز وجل سبب عظيم لنيل محبته سبحانه وتعالى. ثم السبب الرابع لنيل محبة الله تبارك وتعالى قال: مطالعة القلب لأسماء الله الحسنى وصفاته ومشاهدتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة. وهذا أعظم سبب يدخل به العبد على الله تبارك وتعالى. باب الفتح الأعظم أن تعرف الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. من أحصى 99 اسما من أسماء الله عز وجل أدخله الله تبارك وتعالى الجنة. ما هو هذا الإحصاء؟ الإحصاء يكون بثلاثة أمور: أولا بحفظ أسماء الله سبحانه وتعالى. لذلك جاء في رواية لهذا الحديث في الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما، من حفظها دخل الجنة. من حفظ من أسماء الله تبارك وتعالى 99 اسما أدخله الله عز وجل الجنة. وإن كان عمل من الأعمال هذا قدره عند الله عز وجل، فينبغي لكل مسلم أن يحرص على حفظ 99 اسما من أسماء الله تبارك وتعالى. وحفظ أسمائه سبحانه وتعالى أمر ميسور لمن استعان بالله تبارك وتعالى: الرحمن الرحيم الملك القدوس، أسماء ميسورة. اليوم تجد الواحد في عقله وفي رأسه أسماء ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، يحفظ أسماء الكافرين ويحفظ أسماء البوذيين ويحفظ أسماء النصارى وأسماء اليهود، أسماء صعبة جدا. ولا نريد أن نمثل باسم الأسماء، لكن أسماء الله تبارك وتعالى ميسورة، فإن حفظت تلك مع عسرها فإن أسماء الله تبارك وتعالى أيسر. وأنبه على أمر مهم: قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما لا يدل على أن أسماء الله عز وجل منحصرة في هذا العدد فحسب، بل هذا يدل على أن الله تبارك وتعالى جعل فضلا لمن حفظ
جزء هذا العدد من أسمائه، لمن حفظ 99 اسما من أسمائه. وهذا كقول القائل: عندي 100 إبل جعلتها للصدقة، فهذا لا يدل على أنه ليس له إلا هذه 100 من الإبل، بل يدل على أنه جعل هذا العدد للصدقة فحسب. فالله عز وجل جعل هذا العدد وهو 99 اسما من أسمائه ينال من حفظها أجرا عظيما عنده سبحانه وتعالى. وأما أسماؤه سبحانه وتعالى فإنها أكثر من هذا العدد. لذلك جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم في المسند من حديث عبد الله بن مسعود: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، إلى آخر الحديث. إذن أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فأسماء الله تبارك وتعالى بعضها لا يعرفها عباد الله عز وجل. لذلك جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الشفاعة الطويل قال: فأسجد تحت العرش ويفتح علي بمحامد أعرفها من حيني. لذلك أسماء الله تبارك وتعالى ليست محصورة في هذا العدد، بل هي كثيرة، فإحصاؤها يكون بحفظ هذا العدد أولا، ويكون ثانيا بالتعبد لله تبارك وتعالى بمقتضاها. فمن علم أن الله عز وجل رحيم فإنه يتعبد الله عز وجل بمقتضى اسمه الرحيم، فيرحم عباد الله تبارك وتعالى، ولا يغلظ على عباد الله عز وجل، لأن من مقتضى اسمه الرحيم أن يتراحم العباد فيما بينهم. الراحمون يرحمهم الرحمن: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وكذلك من إحصاء أسماء الله تبارك وتعالى معرفة معاني أسماء الله عز وجل وسؤاله بها، فيعرف العبد ما معنى اسم الله عز وجل الرحيم، وما معنى اسم الله تبارك وتعالى الرحمن، وما معنى اسمه الله. وهذا الأمر لو فتشت من فتشت من المسلمين لوجدت إعراضا عظيما عنه. وأدلكم على بعض معاني هذه الأسماء: وكل واحد منا حجيج نفسه. كل واحد يعلم هل هو عارف بهذه المعاني أم أنه جاهل بها. فاسمه الله معناه ذو الألوهية على خلقه أجمعين، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري: فاسمه الله ذو الألوهية على خلقه أجمعين، أي المستحق من عباده أن يعبدوه سبحانه وتعالى وأن يفردوه بالعبادة. كم منا جاهل بمعنى هذا الاسم الله سبحانه وتعالى. واسمه الرحمن معناه ذو الرحمة الواسعة، معناه ذو الرحمة الواسعة. واسمه الرحيم معناه الذي يوصل الرحمة لعباده. فهذه الأسماء ينبغي للعبد أن يعرف معانيها. ومن أجل المصنفات التي بيّنت معاني أسماء الله تبارك وتعالى كتاب اسمه فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر، جمع فيه أسماء الله تبارك وتعالى وبيّن معاني هذه الأسماء من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلام السلف من الصحابة والتابعين ومن كلام أئمة اللغة. فهو كتاب نافع ينبغي لكل واحد منا أن يقتني هذا الكتاب، وأن يكون شغله الشاغل أن يعرف معاني أسماء الله تبارك وتعالى. ومن عرف أسماء الله عز وجل كان في سعادة في هذه الحياة الدنيا. أطيب الناس عيشا هم الذين عرفوا الله تبارك وتعالى. حدثني عمن شئت ممن تعرفهم ممن طابت حياتهم في هذه الحياة الدنيا، أقول لك أن أطيب عيشا من هؤلاء الذين تعرف طيب حياتهم الذين عرفوا الله تبارك وتعالى. لذلك ما أطيب عيش من انقطع إلى الله عز وجل وتعرف على الله تبارك وتعالى. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة،
وهي جنة معرفة الله والأنس به، الذين عرفوا الله تبارك وتعالى وآنسوا بربهم تبارك وتعالى، هؤلاء في جنة معجلة. لذلك كان بعض العارفين من السلف يقول واطرباه، تعتريه بعض الأحوال فيقول فيها واطرباه، والله لو كان أهل الجنة في مثل الحال التي أنا فيها إنهم لفي عيش طيب. إن كان أهل الجنة في مثل هذه الحالة التي فيها هذا العارف من السلف، قال والله إنهم لفي عيش طيب. وقال آخر مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل وما أطيب ما فيها؟ قال حب الله والأنس به والشوق إلى لقائه، هذا أطيب ما في هذه الحياة الدنيا، أن تحب الله تبارك وتعالى وأن تشتاق إلى الله عز وجل وأن تأنس بربك تبارك وتعالى. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله تبارك وتعالى ففاضت عيناه من حب الله عز وجل ومن الخوف له سبحانه وتعالى. لذلك أطيب الناس عيشا هم الذين عرفوا الله تبارك وتعالى وتعرفوا على الله عز وجل بأسمائه وصفاته، لا أطيب عيشا من أولئك الذين عرفوا الله تبارك وتعالى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان أعرف الناس بالله تبارك وتعالى كان أطيب الناس عيشا صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعيش في هذه الحياة الدنيا في شدة، في بلاء تلو بلاء، يبتليه الله تبارك وتعالى ليرفع قدره صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك كان أطيب الناس عيشا صلى الله عليه وآله وسلم. متى يطيب عيشه عليه الصلاة والسلام ويطمئن قلبه؟ إن كان في طاعة الله عز وجل. لذلك كان يقول لبلال لما يأمر بإقامة الصلاة أرحنا بها يا بلال، كان النبي عليه الصلاة والسلام يرتاح إذا وقف بين يدي ربه مناجيا ربه تبارك وتعالى، لأن الصلاة صلة بين العبد وبين الله عز بين العبد وبين الله عز وجل. في موطأ الإمام مالك قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث لعله أيضا في البخاري، قال إن المصلي يناجي ربه، إذا وقف العبد بين يدي الله تبارك وتعالى فإنه يناجي الله عز وجل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أرحنا بها يا بلال. اليوم نحن ننظر إلى الساعات المعلقة على الحائط ولسان حال الواحد منا أرحنا بها أيها المؤذن، أرحنا منها، يريد الواحد منا أن تنتهي الصلاة وأن تنقضي ليذهب صاحب الدنيا لدنياه، وليذهب صاحب كرة القدم إلى كرة القدم، وليذهب صاحب وسائل التواصل إلى وسائل التواصل. لا نجد، وهذا حال كثير منا، والمتحدث ليس بمنأى عن ذلك، لا يجد الواحد منا راحة إذا وقف بين يدي ربه تبارك وتعالى. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة، لما عرف الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته كان أحب شيء إليه أن يقف بين يديه سبحانه وتعالى مناجيا. لذلك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، هذا الحديث في المسند والنسائي في الكبرى، قال اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. الشوق إلى لقاء الله عز وجل هذا أعظم نعيم في هذه الحياة الدنيا، النظر إلى الله تبارك وتعالى هذا أعظم نعيم يوم القيامة يجعله الله عز وجل لعباده. سأل الله تبارك وتعالى أعظم نعيم في الدنيا وأعظم نعيم في الآخرة، سأله أن يكون مشتاقا إلى طاعته سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، أن يشتاق العبد إلى لقاء الله عز وجل. إذا وقف العبد بين يدي ربه تبارك وتعالى مناجيا ربه عز وجل، فإن من يعرف الله تبارك وتعالى يجد أنسه إن وقف هذا الموقف العظيم، هو يناجي ربه تبارك وتعالى ويتلو كلام الله عز وجل. أين يجد الضيق في هذا الموضع؟
لذلك المؤمن يرتاح إن وقف بين يدي ربه تبارك وتعالى، لأن الصلاة ما هي إلا صلة بينه وبين الله عز وجل، إما تلاوة قرآن، وإما تعظيم لله عز وجل في الركوع، وإما سؤال لله تبارك وتعالى في موضع الذل في السجود، فهي صلة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. لذلك على العبد أن يزعى أن يكون عارفاً بربه تبارك وتعالى، لأن من يعرف الله عز وجل يكون هذه حاله. ومن يسأل الناس أو يسأل أهل العلم عن الخشوع في الصلاة، وعن البكاء من خشية الله، وعن الاطمئنان في الدنيا بذكر الله تبارك وتعالى، فأول ما يدل عليه أن يعرف الله تبارك وتعالى. الذين لا يعرفون الله عز وجل بمنأى عن هذا الأمر، لذلك تجد العبد إن كان جاهلاً بربه تبارك وتعالى لا يطمئن في صلاته، وأشد شيء عليه وقوفه بين يدي ربه تبارك وتعالى. لذلك تجد أولئك الذين ينفون صفات الله تبارك وتعالى ويؤولونها ويصرفونها عن ظواهرها، لا يجد الواحد فيهم راحة لطاعة الله تبارك وتعالى، بل تجد كل من كان جاهلاً بالله عز وجل معرضاً عن الله تبارك وتعالى هذه حاله. فمن كان يأتي إلى طاعة الله عز وجل ولا يجد اطمئناناً في طاعة الله تبارك وتعالى فليراجع هذا الأصل، وليراجع معرفته بربه تبارك وتعالى. فما ثقلت علينا طاعة الله تبارك وتعالى إلا لجهلنا بالله عز وجل. فالسبب الأعظم الذي ينبغي أن ينظر إليه العبد، وهذا هو العلاج من الداء الذي نعيشه، أنه جهل ربه تبارك وتعالى. فمعرفة الله عز وجل بأسمائه ومعرفة الله تبارك وتعالى بصفاته هي باب الفتح الأعظم الذي يدخل به العبد على الله تبارك وتعالى. وإن دخل العبد على الله عز وجل بأسمائه وصفاته فإنه يكون في ترق في معرفة الله عز وجل، لأن معرفة الله تبارك وتعالى لا حد لها تنتهي إليه. خاطب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لما هاجر إلى المدينة فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي جاء بلا إله إلا الله ودعا إليها وحارب المشركين وهاجر إلى مكة وقاتلهم على هذه الكلمة. بعد ذلك كله يقول الله عز وجل له: فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن معرفة الله تبارك وتعالى ليس لها حد تنتهي إليه، لا يبلغ العبد نهاية معرفة الله تبارك وتعالى. كلما تعلم شيئا في معرفة الله عز وجل، كلما انكشفت له أسرار هذه المعرفة وعرف ربه تبارك وتعالى تمام المعرفة. لذلك على العبد أن يقبل على هذا الأصل الأصيل، وأن يقبل على هذا العلم، وهو سبب عظيم للدخول على الله تبارك وتعالى. والذي لا يعرف أسماء الله عز وجل ويعرض عن صفات الله تبارك وتعالى تجده أنكد الناس عيشاً. لذلك من كان في نكد في هذه الحياة الدنيا هذا لجهله بربه تبارك وتعالى. لذلك هذا سبب عظيم من أسباب نيل محبة الله تبارك وتعالى. لذلك تأملوا حال النبي عليه الصلاة والسلام، ونختم بهذه القصة أخرجها ابن حبان في السنن، ابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن عبيد بن عمير وغيره من التابعين، أنهم جاءوا لعائشة رضي الله عنها فقالوا: يا أماه، أخبرينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: أعجب شيء رأيته من النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءني في الليلة التي بات فيها عندي حتى مس جسده جسدي، ثم قال: يا عائشة، ذريني أعبد ربي. فقلت: يا رسول الله، والله إني لأحبك وأحب قربك وأحب ما تحبه. قالت: فقام إلى قربة معلقة فتوضأ، ثم قام يصلي من أول الليل ولا زال يصلي ويبكي حتى بلت دموعه لحيته.
وبلت دموعه الثرى أي التراب، ولا زال كذلك حتى أتاه بلال فآذنه بصلاة الفجر. فلما جاءه بلال وجده كذلك قال: يا رسول الله، أتفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ والله لقد أنزل علي الليلة آيات ويل لمن قرأهن ثم لم يتدبرهن، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه الحالة العجيبة التي ذكرت عائشة رضي الله عنها أنها أعجب حال رأتها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما هي إلا حال من عرف الله تبارك وتعالى. قام يصلي من أول الليل يتلو كلام الله عز وجل، لا يثقل عليه القيام بين يدي ربه تبارك وتعالى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: بلال قام الليل حتى تفطرت قدماه صلى الله عليه وآله وسلم، لا تثقل عليه طاعة الله تبارك وتعالى. قالت: قام من أول الليل يصلي. ولما قام يصلي استأذن من عائشة رضي الله عنها، قال لها صلى الله عليه وآله وسلم: ذريني أعبد ربي. قالت: والله يا رسول الله إني لأحبك وأحب قربك. هذه محبة طبيعية يجدها المسلم في قلبه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: والله إني لأحبك وأحب قربك، يعني تحب أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قريبا منها. هذه المحبة الطبيعية خالفها محبة شرعية، ألا وهي محبة النبي أن يقوم ويصلي. قالت: وأحب ما تحبه. وده السبب الجعل الصحابة رضي الله عنهم فوق غيرهم، أنهم يقدمون المحبة الشرعية للنبي صلى الله عليه وسلم على المحبة الطبيعية. وهذه كثيرة تجد الآن زول تقول له بتحب النبي، يقول لك مليان فل بحب النبي، وناس يمدحوا مدايح اللي بنسمعها زمان، حب النبي الما بالنبي. طيب حب النبي الما بالنبي، قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا، يقول لك يا مولانا عليك الله اسكت مباشرة. طيب انت ما زعمت انك تحبه. لذلك في حب من الطوق لفوق بس باللسان، من الرقبة بس لفوق بتحبوا النبي. نحن في ناس بيسمين نفسهم أحباب النبي، هم أبعد الناس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خالفوا النبي عليه الصلاة والسلام حتى في أصل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام وقام ودعا الناس إليها، وهو أن يفرد الله عز وجل بالعبادة. هؤلاء خالفوا النبي عليه الصلاة والسلام في لا إله إلا الله. النبي عليه الصلاة والسلام جاء بأن يعبد الله وحده، وديل يعبد الله وغير الله، بل يعبد النبي ذاته. تقول له النبي قال لا قولوا لا إله إلا الله تفلح، وأمر بلا إله إلا الله، وتجد يحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام. وتانين والحلف بالنبي شرك. النبي عليه الصلاة والسلام إن كنت تحبه فقد جاء بإخلاص العبادة لله. وآخرين يدعون النبي عليه الصلاة والسلام، ديل خالفوا النبي في أصل لا إله إلا الله، يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل يا رسول الله. إذا كان دعوى النبي صلى الله عليه وسلم شرك، ما دونه من باب أولى. لذلك إني لأحبك وأحب قربك وأحب ما تحبه، إذا محبة طبيعية يجدها العبد في قلبه خالفت محبة شرعية، وهي محبة ما يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، والائتمار بما أمر به صلى الله عليه وآله وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إن كنت تحب النبي عليه الصلاة والسلام فينبغي عليك أن تتبعه. لذلك قالت أحب ما تحبه يا رسول الله. عائشة دي أفقه الناس وأعلم النساء رضي الله عنها وأرضاها. قالت فقام إلى قربة معلقة فتوضأ وقام من أول الليل. قام النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من أول الليل إلى أن أذن بلال لصلاة الفجر. هذه الحال
يعني العجب فيها قيامه صلى الله عليه وآله وسلم هذا الوقت كله وهو عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لذلك بلال لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هكذا قال له: أتفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ هذه الحالة الذي يقوم هذا الوقت كله ويبكي من خشية الله عز وجل، هذه كأنها حال الذي عنده ذنوب أو بقته، كأنه يقول: يا صاحب الذنوب إن كنت ذا ذنوب فقم بين يدي الله عز وجل. هذه حال صاحب الذنوب. والنبي عليه الصلاة والسلام عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فليست هذه حاله. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أنها ليست حال أصحاب الذنوب فحسب، بل هي حال من عرف الله تبارك وتعالى وشكر الله على نعمائه. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ والله لقد أنزل علي الليلة آيات ويل لمن قرأهن ثم لم يتدبرهن إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الشاهد قيامه صلى الله عليه وسلم هذا الوقت كله، تأمل قيامه هذا الوقت كله وتأمل فيما شغلنا به نحن الآن، وتأمل قيامنا بين يدي الله تبارك وتعالى، وتذكر ثقل طاعة الله عز وجل عليك، واعلم أننا محجوبون عن هذه الحال الشريفة لجهلنا بربنا تبارك وتعالى. فمن أراد أن يدخل على الله عز وجل وأن تسهل عليه طاعة الله تبارك وتعالى وأن يكون ذا حال مع الله عز وجل، فليقبل على أسماء الله وصفاته، وليعرف الله تبارك وتعالى حق المعرفة، وليتقرب إلى الله عز وجل بمعرفة أسمائه وصفاته. فهذا باب عظيم للدخول على الله تبارك وتعالى، وهذه بعض الأسباب التي تجلب على للعبد محبة الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا محبته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يحبهم، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.